يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. تعالوا بقى عشان نتكلم شويه باستفاضه عن تفاصيل مباراه اليوم. طبعا ماتش النهارده هيكون ماتش مهم جدا لاستكمال مشوار النادي الاهلي تجاه يعني التصدر المجموعه مره تانية وتصدر الدوري مره تانية والحفاظ على لقب الدوري. هنتكلم عن كتير جدا من التفاصيل مع الناقد الرياضي الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. كريم صباح الفل عليك، منورنا كالعاده. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك. طبعا ماتش مهم جدا طبعا. وكالعاده دايما النادي الاسماعيلي ايا كانت حالته وايا كان وضعه دايما بيقدم مباريات قويه وبيتالق امام النادي الاهلي. والحقيقه بصفه خاصه في ماتش النهارده كريم، الفرقتين عندهم دافع وحافز بطبيعه الحال. الاهلي عايز يعود للصداره من جديد طبعا. والاسماعيلي وده شيء غريب جدا بقى بيصارع من اجل عدم الهبوط اصلا. صحيح. يعني رايك عن انعكاسات الدوافع دي بالنسبه للفرقتين على مباراه النهارده هتكون عامله ازاي؟ متفق معاك ان مباراه الاهلي والاسماعيلي بيبقى ملهاش علاقه بالبوزيشن بتاع مركز الفرقتين في الجدول الدوري. طبعا النادي الاهلي في الفتره الحاليه لحد ما بيمر بمرحله يعني اللي بنمشي على سطر وبنسيب سطر، بنمشي على سطر ونسيب سطر. اتغلبنا من سامبا، كسبنا طلع الجيش، تعادلنا مع فيتا كلوب، رغم ان بصراحه تعادل فيتا كلوب يعني من المباريات اللي قلما بنشوفها، يعني باد لك بصراحه يعني في فرص كتيره، بس طبعا احنا يعني خدنا التحليل بتاعها كتير. ولكن اللي اقصده ان النادي الاهلي حال الوقت بتاعه مش اكثر ايجابيه. النادي الاسماعيلي الامر سيء لدرجه ما حدش كان يقدر يتوقعها. النادي الاسماعيلي في المركز ال 16 عنده 10 نقاط ومهدد بخصم 6 منهم، لان هو عنده قضيه مع نادي النجوم وصدر فيها حكم ب يعني دفع مبلغ معين، واذا ما دفعش لغايه نهايه مارس هيتم خصم 6 نقاط من العشرة اللي هم اصلا النادي الاسماعيلي لا يملك سواهم. فبالتالي موقف نادي الاسماعيلي الاداري والفني فاصعب شكل ممكن اي حد يتصوره. وبالتالي النادي الاسماعيلي بيحاول طبعا على اقل تقدير ان هو يبدا يهرب، بس يلاقي نفسه في وسط الجدول. هو الجمهور عايز يحس ان الفرقه مش مهدده، يعني خلاص طبعا اكيد كل الامال بتاعه ان انا احصل على مركز يؤهلني لبطوله خارجيه السنه الجايه خلاص يعني باءت بالفشل، لان مسافه بعيده جدا جدا، وكمان مستوى الفريق ما عندوش القدره على الاستمراريه. يعني حتى الفريق ما بيقدر يحقق نتيجه ايجابيه سواء بالفوز او بالتعادل. التعادل النهارده حتى نتيجه ايجابيه للنادي الاسماعيلي اكيد ما بقاش يقدر يكمل، ما فيش استمراريه. فبالتالي طبعا مباراه هتبقى صعبه من الناحيه النفسيه مش من الناحيه الفنيه، لان في فوارق فنيه كبيره ما بين الفرقتين. ولكن اتفق معاك جدا جدا، يبقى يعني روح الكلاسيكو وروح الديربي موجوده في مباريات الاهلي والاسماعيلي. بس هو اللي انت بتقوله ده يا كريم يعني ده يدي لاي مشجع اهلاوي انطباع ان ده معناه ان الاسماعيلي من اول لحظه هيبقوا اللعيبه نازلين عشان ياكلوا النجيل بالمعنى الحرفي، عايزين يشكلوا ضغط على النادي الاهلي وهجوم من منطلق ان هم ما عندهمش حاجه اكتر من كده يخسروه. واحنا شفنا ده اوريدي في ماتش الزمالك. النادي الاسماعيلي عمل مباراه كبيره جدا مع نادي الزمالك وكان خصم ند بند واتغلب في الدقائق الاخيره بهدف فرجاني 2-1. يعني مباراه لما تشوفها استحاله تقول ان فريق الاسماعيلي دي فرقه بتنافس على مركز الهبوط. طبعا. فبالتالي نادي الاسماعيلي زي ما قلت هو الفكره انه في المباريات الكبيره بيظهر. وخلي بالك برضو طبيعي جدا لعيبه نادي الاسماعيلي اكيد يعني مباراه جماهيريه بيطلعوا اقصى ما عندهم، والفرقه بتحاول ان هي بخلاف طبعا الوضع بتاعها، لكن اكيد بيحبوا ان هم قدام جماهيرهم في المباريات دي. احنا برضو مش يعني صعب جدا جدا نادي الاسماعيلي في مباريات القمه او مباريات كبيره او مذاعه تلفزيونيا يبقى يخسر بسكور، تبقى مشكله بالنسبه لهم كبيره. بس هو بالمناسبه كريم، هو حصل ايه في الدنيا عشان نوصل لمرحله ان نادي زي الاسماعيلي اللي تاريخه طبعا طويل وعريض ومحترم ومليء بالنجاحات وطول عمره خصم وند قوي جدا سواء للاهلي او للزمالك ودايما في المربع الذهبي اللي في الترتيب الدوري العام ايا كانت بقى بنتكلم على اي سنه بالتحديد، ايه اللي حصل فنتج عنه الوضع المتردي اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ أنا وجهة نظري الشخصية نادي الإسماعيلي الجملة اللي كانت بتتردد ككليشيه خلال السنوات اللي فاتت، النادي الأهلي بيفرغ الإسماعيلي من النجوم، يعني الجملة دي اتكررت من كثير من الإعلاميين واتردد، وكمان جمهور الإسماعيلي أكيد صدقها وعاش عليها حوالي 20 سنة. أنا في وجهة نظري الشخصية
لو النادي الاهلي اصلا، خلي بالك النادي الاهلي ما خدش لعيب من النادي الاسماعيلي مباشر غير اعتقد شريف عبد الفضيل، ده الوحيد تقريبا اللي جه بشكل مباشر. بقيه اللعيبه كلها اللي كانوا لعبوا في النادي الاسماعيلي بقى راحوا النادي الاهلي هم بيخرجوا بره. يعني كابتن عماد النحاس راح السعوديه، محمد بركات راح قطر، اسلام الشاطر لما كان في الاسماعيلي راح الزمالك، يعني راح الزمالك اتحاد جده السعودي اهلي. فانا في وجهه نظري بقى النادي الاسماعيلي الجمله بتتردد دي لو كان امنوا بيها وكل سنه النادي الاسماعيلي طلع اتنين لعيبه وباعهم للاهلي دايركت وخد مبلغ من الفلوس كان يقدر يعيش كويس، لان مشكله النادي الاسماعيلي النهارده هي مشكله ماليه. كره القدم يا كريم بقت صناعه كبيره جدا، بقت تجاره، وبقت الامر بقى مخيف. طيب وانا عايز اقول حاجه برضه عشان لو في حد من جمهور النادي الاسماعيلي، واحنا احنا كنادي اهلي نحب دايما الانديه الجماهيريه طبعا تبقى موجوده، لان الانديه الجماهيريه بتضفي روح مختلفه على الدوري. وشفنا موقف الكابتن الخطيب مع يعني الكابتن علي ابو جريشه، هو اللي قال كابتن علي ابو جريشه طلع قال ان الموقف اللي عمله معانا النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لما قال لنا اي لاعب تقدروا تقنعوه من الاهلي اتفضلوا خدوه، وكمان احنا نتحمل الراتب بتاعه، لان خلي بالك برده اللعيبه مرتباتها غاليه. ودي النقطه اللي عايز ارد بيها على نقطه مهمه بتاعه الاهلي كان بيفرغ النادي الاسماعيلي من اللعيبه. طيب نادي الاسماعيلي احنا متعودين عليه نادي، انا دايما بشبهه بفالنسيا في اسبانيا، نادي بيصدر مواهب للدوري، عنده كشافين كويسين جدا بيشتغلوا حلو قوي 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 على الانديه الصغيره في مصر كلها، وعندهم عين كويسه في انتقاء اللاعبين. جميل جدا. طيب انت على مدار كل 10 سنين بتعمل فرقه حلوه، شفنا فرقه النادي الاسماعيلي موسم 90-91 فرقه ممتازه ممتازه، وكسبوا الدوري من النادي الاهلي في الماتش الفيصل في استاد المحله الشهير. طيب قعدت 10 سنين بعيد شويه، بعد كده رجعت بالتوليفه الرائعه بتاعه الكابتن محسن صالح ومحمد بركات وعماد النحاس واسلام الشاطر وحمام ابراهيم والمجموعه اللي قدرت تكسب الدوري برده من النادي الاهلي في موسم 2001-2002 بعد مباراه 4-4 الشهير. طيب بخلاف بقى سيبك من النادي الاهلي خالص، النادي الاهلي ما بيتكلمش مع الاسماعيلي خالص في اللعيبه، تمام كده؟ طيب اللعيبه اللي انت جبتها دي وخدوا دوري وقدروا ان هم يبقوا نجوم اكيد هينضموا للمنتخب، صح؟ طبيعه الحال طبيعي، مدرب المنتخب هيشوف مين بطل الدوري، طب النادي الاسماعيلي طب هات لنا صعد منه سبع لعيبه. جميل؟ السبع لعيبه دول هيروحوا يعيشوا مع اللعيبه في منتخبات، منتخب اولمبي او منتخب اول، وهيقعدوا يتكلموا مع بعض على الفطار. قاعدين على الفطار كده بندردش مع بعض. فواحد هيسال يا فلان انت بتلعب في النادي الاهلي وتلعب في الزمالك مرتبك كام؟ هيقول له والله انا باخد 100 قرش. هيقول له ايه 100 قرش؟ ده انا في الاسماعيلي بطل الدوري باخد 10. هيقول له والله احنا ما كسبناش دوري بس هو ده سقف المرتبات عندنا، احنا بناخد المبالغ دي. قال له يعني لو جيت عندكم اخد المبالغ دي؟ هيقول له طبعا. فبالتالي النادي الاهلي اهو ولا اتكلم ولا فتح بقه مع حد ولا فاوض حد، اللعيب نفسه عشان يبدا ياخد خطوه جديده في حياته هيروح يقول للاسماعيلي مع كامل احترامي انا عقدي بينتهي معاك السنه الجايه انا مش هجدد. فالنادي الاسماعيلي هيضغط و و و الى اخره، اللعيب نفسه مش هيوافق. ليه؟ فرق كبير قوي، لان هو سمع ما سمع الناس بتاخد فلوس كتيره وكل مره هيروح المنتخب هيشوف اللعيبه دي اللي هم قالوا له على فكره احنا جبنا عربيه جديده اول امبارح لسه مغيرين العربيه احنا لسه جايبين فيلا تانية. هو هيقول لنفسه ايه؟ طب هو بالمناسبه كريم، يعني هي الفلوس افسدت الرياضه او افسدت صناعه كره القدم وحولتها من صناعه الى تجاره؟ يعني كان انعكاساتها السلبيه كانت اكتر من ايجابياتها وفائدتها؟ ما بص يا كريم مش تقدر تقولها بالشكل ده، لان في الاخر اي حد بيبقى بيشتغل عشان يعيش حياه افضل ويامن مستقبل افضل لاولاده وكمان الالتزامات. يعني عايز اقول لك حاجه برضو، انا دايما مؤمن ان كلما ارتفع المرتب كلما زادت الالتزامات. اه طبعا الناس بتحسبها غلط على فكره، لا ده كل للاسف المرتب ما بيزيد والعائد بيزيد، الالتزامات والتدبيسات طبعًا بتزيد على الواحد طبعًا. يعني بتلاقي النهارده مثلا لعيب بيجي يقول لك انا محتاج القسط بتاعي 5 مليون عشان انا عليا شيكات عايز ادفعها للعربيه والفيلا ومدرسة الاولاد الانترناشونال ومش عارف، فاهم قصدي؟ بيبقى عنده التزامات كتيره جدا. انما مثلا مرتبه 2000 جنيه
هو ظابط نفسه خلاص على طبعا. انت ماشي في الفريم بتاع 2000 جنيه فهي الفكره. مش هقدر اقول ان الكوره الفلوس افسدت الكوره، طبيعي خلاص الكوره غصب عنك هتبقى صناعه انها الناس بتحبها. والنهارده في شركات راعيه بتخش هو اللي حاجه برضو. الالعاب الفرديه بيعانوا من ايه؟ ما احنا شوف احنا بس بنتكلم من منظور كره القدم. طب تعالى كده ننقل على الالعاب الفرديه واتكلم كده مع اي بطل في لعبه فرديه هيجي يقول لك انا مشكلتي ما عنديش سبونسرز. طب هات لي واحد بس يعني من بتوع الكوره كله الكتير دول، هاتوا لنا واحد بس صحيح يجيب لنا رعايه في تنس الطاوله او في اي لعبه اخرى. اوكي فاهمني؟ فاللي انت ممكن تكون بتشتكي منه بيبقى في الواقع في ناس تانية نفسها بس صح. مش تاخد الوضع اللي انت فيه، نفسها تاخد ربع صحيح الوضع صحيح. اللي انت فيه. فانا بصراحه من خلال اهو من خلال قناه النادي الاهلي احنا نتمنى دايما نادي الاسماعيلي يبقى كويس. باش نادي الاسماعيلي يعيش كويس لازم الجمهور يبقى واقعي. طيب لو الجمهور بقاش واقعي مجلس الاداره يحط خطه بزنس ما يسمعش للجمهور. يعني مع كامل احترامي يا كريم مثلا في الوضع الحالي احنا فيه نادي الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا جدا في موضوع ابراهيم حسن وموضوع الست نقاط. لما تسيب كل ده وتبدا تكلمني تقول لي اصل احنا عايزين نلعب ماتش في اسكندريه والنادي مش برج العرب والنادي الاهلي ما يجيش اسماعيليه ليه؟ يا جماعه يا جماعه بعض المنطق بعض احنا في ايه ولا في ايه؟ طيب تعالى تعالى نرجع بس. للمباراه نفسها كانت خدنا بس طبعاً طبعاً. لان بس كان الحقيقه يعني هي ظاهره مؤسفه مهم الناس تعرف وتصعب على اي حد بيحب كره القدم المصريه عموما. لان زي ما كنت بقول لك من شويه احنا زمان ده كان في زمن معين كان المقاولين ليه هيبته، الكروم ليه هيبته، الاولمبي ليه هيبته، الاتحاد السكندري ليه هيبته، بطبيعه الحال الاسماعيلي ليه هيبته. واي حد الواحد يصعب عليه يعني. طبعا واي حد في موقف ده انا عشان بس ننهي بيها الحته دي مفيش غير الحل اللي انا قلته. لازم لزاما عليك النادي الاسماعيلي ما عندوش موارد، مفيش موارد عندك. انت محتاج انك دايما تطلع لعيبه وما تقولش بقى ايه اصل انا عايز اكسب بطولات. مفيش بطولات، انت هتكسب بطولات كل فتره، ده الواقع بتاعك. خد اللعيب النجم عندك وابدا سوقه عشان تاخد منه فلوس وتبدا انت تصرف على المجموعه اللي معاك. حلو. بالنسبه بقى لماتش النهارده نعم، في تخيلك البدايه ستكون مع محمد شريف ولا مع بواليا؟ انا وجهه نظري بيتسو موسيماني ادانا علامه واضحه جدا في ماتش فيتا كلوب وهو انه في الاتجاه لتثبيت التشكيل واضحه جدا. وبدا النهارده يحط مجموعه في الملعب خلاص السبعه والثمانيه دول مش هيتغيروا، التغييرات هتبقى في مركز او مركزين وحتى احنا بنقول الكلام ده من ماتش سيمبا. فبالتالي انا في وجهه نظري النهارده النادي الاهلي هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش فيتا كلوب طبعا باستثناء محمود وحيد خرج للاصابه وهيخش طبعا بنسبه كبيره احمد رمضان بيكهام. وفي وجهه نظري هيبدا بمحمد شريف على وولتر بواليا ان وولتر بواليا محتاج ان هو يعني يريح شويه بسبب الضغوطات اللي محطوطه عليه في الفتره الاخيره. طيب يعني هل شايف ان التشكيل اللي انت بتتكلم عليه وبتقول ان هو بقى شبه ثابت نعم في الفترة الأخيرة، هل ده تغيير من وجهة نظرك أنت ورأيك كمتذوق لكرة القدم ناهيك عن محبتك للنادي نعم مرضي ولا ليك عليه تحفظات أو شايف إن ممكن يبقى في أسماء معينة يتم استبدالها لمصلحة الفريق؟ شوف يا كريم، الطريقة اللي بيلعب بيها بيتسو موسيماني هي عبارة عن ثنائيات. يعني إيه؟ اتنين مع بعض، بمعنى سيبك من حارس المرمى محمد الشناوي خلاص هو ثابت، ثنائية الدفاع هي ثابتة ما بين بدر بنون وايمن اشرف، بس النهارده ايمن خرج عشان هو مش موجود في القايمه، وبالتالي ياسر ابراهيم هيخش مع بدر. طيب محمد هاني، ثنائيه محمد هاني وحسين شحات في اليمين انا شايفها هي افضل ثنائيه. طب مع كامل طبعا الاحترام لاي امور بخصوص حسين شحات الفرص والكلام دي، لكن حسين شحات دوره التكتيكي في الملعب ودوره الدفاعي بيأديه بشكل جيد جدا جدا جدا، وبالتالي انا شايف ان دي افضل ثنائيه. على الناحيه اليسرى طبعا علي معلول واجاييه هم اللي الثنائيه المشهوره بقى لها سنتين في النادي الاهلي، بس بتختلف لما علي معلول او اجاييه بيتصاب. في نص الملعب بقى انا في وجهه نظري في الوقت الحالي النادي الاهلي فعلا محتاج ثنائيه اليو ديانج وعمرو السولاي. احنا محتاجين الثنائيه دي وشفناها في الشوط الاول قدام فيتا كلوب في افضل 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 شكل ليها. بس بالمناسبه في نفس المباراه اللي بتتكلم عليها ماتش فيتا كلاب يعني برضو كان في ضغط هجومي من النادي الاهلي ملحوظ، لكن كالعاده كلمه كالعاده دي اقصد بيها كعاده الفتره الاخيره بقينا نشوف جمل غير مكتمله، بقينا نشوف كور مبطوره مقطوعه كتير ما بين مقابيس باس ما بين تقدير خاطئ للامور. فكرك ان الموضوع ده لحقوا يعالجوه ولا نتيجه المباريات اللي ورا بعض سواء افريقيا او في الدوري
ممكن ما يبقاش في مساحه قوي لحل للمشكله دي. لا هي المشكله اللي بتتكلم عليها دي ربما تكون ظهرت والفرقه بتلعب تحت ضغط التاخر في النتيجه. انما والنادي الاهلي بيلعب فيتا كلوب في الشوط الاول، احنا شفنا وان سايد جيم فيتا كلوب راح على محمد يعني محمد الشناوي ظهر في الكادر ثلاث مرات، كورتين عشوائيتين والكره الثالثه اللي جت هدف في الدقيقه 43، وبالتالي ده كان يمثل نجاح لخط الوسط ويمثل نجاح لخط الدفاع. ايوه بس انت حتى لو انت فريق كبير ومتعود على الفوز باستمرار، نعم، بس وارد نتيجه اي ظروف او ملابسات ان انت تكون متاخر في النتيجه، هل التاخر في النتيجه ينتج عنه البانيك اللي شفناه؟ في الوقت الحالي مع لعيبه الاهلي عم كريم، في الوقت الحالي في الوقت الحالي احنا في بعض النتائج السلبيه اللي حط الفريق تحت الضغط، خصوصا كمان ان بعد المونديال اللعيبه اوتوماتيكلي حصل لها هبوط، خلاص انا حققت التارجت، لا فانت على طول خلصت المونديال ودخلت على دوري الابطال والدوري وماتشات المؤجله، فبالتالي انا بشوف ان في ضغط على اللعيبه، واتمنى ان هم بس يشموا نفسهم الفتره الجايه. يعني كان انسرت لطيف جدا جداً وعلى جداً. فكره بالمناسبه كريم انا عايز اخد من كلام تهامي يعني ملحوظه كده فعلا كانت لافته للنظر في الفتره الاخيره. أيه. انت عارف طبعا عشاق وجماهير النادي الاهلي ما عندهمش حاجه اسمها خساره، مش وارد بالنسبه لهم التعادل، التعادل عند الاهلاويه بيبقى دايما بطعم الخساره. أيه. ايا كانت الظروف والملابسات ومين الخصم اللي انت تعادلت معاه. أيه. لكن بقينا مؤخرا بنشوف نوع كده من الاداء من قبل الجماهير، ان طالما انت بتكسب فانت زي الفل واسم الله عليه اسم الله عليه. أي. اتعثرت مره والتانيه نبتدي نشكك في قدراتك وفي عدم ملائمتك للموقع اللي انت موجود فيه. أي. دي ظاهره صحيه ولا غير صحيه؟ هي ظاهره تتماشى مع عصر السوشيال ميديا، ان انت في السوشيال ميديا انت ما تعرفش بتكلم مين. انت صحيح. النهارده طبع. اي حد يمتلك كيبورد او اي حد يمتلك موبايل هو له مكان على السوشيال ميديا، فهي الفكره انت تركز مع مين؟ هو ده اعتقد السؤال الاكثر منطقيه. طبيعي جدا 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 حتى لو الاهلي كسب، يعني النادي الاهلي كسب طلع الجيش والاداء برده ما كانش مرضي لناس كتيره، فالقصده ان احنا مش كل كومنت او كل تعليق او تعقيب من الجمهور هيطلع هنعلق عليه، لا يعني احنا محتاجين ان احنا اوكي ما فيش مشكله خالص، انت عندك مساحتك. ايوه بس ده في حاله الاصوات المنفرده، لكن لما تحس ان في جمع غفير عندهم نفس التوجه. صحيح صحيح، ولا انا معاك ان في بعض الاحيان والجمله انت قلتها ان جمهور الاهلي ومنظومه النادي الاهلي دايما بتسعى للفوز والانتصار، لكن ساعات ساعات الجمهور بيتقبل التعادل، ساعات الجمهور بيتقبل يعني لو هزيمه انت جت وانت عملت اقصى ما يمكن. وهدي مثلا، هي دي بقى الاهلي والنجم الساحلي السنه اللي فاتت في دور بدايه دور المجموعات بنلعب نجم الساحلي في رادس، ايمن اشرف اتطرد في الدقيقه 12 طرد ظالم جدا جدا جدا، النادي الاهلي لعب اكثر من 80 دقيقه بالوقت بدل الضايع ب 10 لاعبين ضمن نجم الساحلي، رغم الهزيمه بهدف كان يعني غلطه ساذجه جدا من الدفاع، بس النادي الاهلي كان هو الطرف الافضل. خسرنا لكن الجمهور ما كانش يعني ايه زايم على الفرقه. ليه؟ لانه حاسس ان اللعيبه قدمت اقصى 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 ما عندها. ففي بعض الاحيان الجمهور بيتقبل ده، بس هو بيتقبل ده حسب الظروف الملائمه والمواجبه للايفنت اللي احنا او المباراه اللي احنا بنتكلم عليه. وعشان كده مثلا ماتش فيتا كلوب الجمهور زعلان زعل زياده. ليه؟ نكمل فرص حتى بخلاف بقى التاكتكس. يا يعني معاكم احترام، ما هو المدير الفني معلش مش هينزل يمسك اللعيب يقول له اتفضل هتجيب الانفراد ازاي؟ أكيد. احنا جالنا انفرادات، يعني انفراد لعيب بالمرمى ما فيش حاجه ثانيه. صحيح. فدي جات لنا كتير، فهي اعتقد دي اللي عملت زعل شويه. طيب برضه فكره يعني الانتقال من مباريات محليه الى مباريات افريقيه. نعم. اثرت في اللي فات من وجهه نظرك ولا لا؟ والى اي درجه ممكن كمان تاثر في اللي جاي؟ واحنا بنتكلم على دوري ابطال وبنتكلم على منافسات شديده وبنتكلم برضه على استكمال نفس الكم من الضغوطات على لعيبه النادي الاهلي. طبعا بتفرق، بتفرق انت بتنافس على المستوى ايه؟ يعني كل مستوى انت بتنافس عليه له طريقه لعب، له اسلوب. يعني فيتا كلوب اسلوب لعبهم ما اعتقدش احنا ممكن نشوف شبيه له في الدوري المصري. الفرق لحد ما تحس ان هي في هجومها عشوائيه، والعشوائيه على فكره لا تعني ضعف، العشوائيه ساعات بتبقى خطيره لان انت مش عارف الناس دي هتعمل ايه. أيوة. فاهم قصدي؟ أيوة. يعني عايزين نفرق، لما اقول عشوائيه مش معنى ان اقول هم يعني على المستوى الفردي ضعاف، لا هم يعني هم مهارات مقبوله، انما العشوائيه ساعات بتبقى خطره مع الفريق اللي اعتاد التنظيم. يعني النادي الاهلي منظم جدا، فحتى هدف فيتا كلوب الاولاني هدف غريب، لعيب واحد جاي من الشمال
خد ايمن اشرف على جوه وراح شايط وكله واقف وهو نفس اللعيب اللي كمل الكوره، فالهدف برده عشوائي، فاهم قصدي؟ حتى لعبه ركله الجزاء غير الصحيحه تماما، والغلطه طبعا من رضوان جايد الحاجة المغربي، حس برده الانطلاقه والدريبلينج اللي اتعمل دريبلينج عشوائي. فهو دي الفكره، انا في وجهه نظري متفق معاك في سؤالك ان سؤال حلو والساده المشاهدين لازم يبقوا فاهمينه. في الدوري، في الدوريات الناس عارفه بعض، احنا لعبنا بعض كتير وعارفه قدرات بعض، حافظين بعض، فعارفين نلعب بعض ازاي وعارفين اخر بعض فيه. لكن لما انت بتروح تلعب فرقه انت ما عندكش معلومات عنها، ان مهما كان عندك معلومات، احنا في يعني مثلا فريق التحليل في النادي هيعمل ايه؟ هيجيب اخر ثلاث مباريات وهيجيب ارقام الفرقه في السيزن، لكن هو ما شافش الفرقه دي وما عاش معاها، فمش عارف لهم يعني ايه شكل معين. لكن مثلا احنا دلوقتي لعبناهم الاسبوع اللي فات، هنروح نلعبهم يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. على فكره اللي انت قلته من شويه كنا بنتكلم فيه او كنا بنفكر فيه قبل مباراه الدحيل لو تفتكر. بالظبط، يعني برضو بالزبط. فكره ان احنا مش عارفين خلفيتهم ايه اخرهم ايه. وخلي بقى بس ما هنا بقى في نقطه مهمه إيه؟ ان الاهلي والدحيل انت بتتكلم على منظومتين عندهم مهارات وعندهم سيستم عالي، عندهم لعيبه. فيدا كلوب هو الاندر دوغ، فيدا كلوب هو الفريق المرشح للهزيمه قدام النادي الاهلي، فبالتالي هو بيلعب وهو مرتاح. لو خسرت عادي، انا خسرت من ثلاث العالم طبعا. المشكله عندي أيوة يعني صح. لكن الضغط محطوط عليك، انما مواجهه الاهلي والدحيل في ضغط هنا وفي ضغط هنا، وعشان كده حتى الدحيل لو تفتكر نزلوا الشوط الاول عاملين زون ديفنس شويه او بيجسوا نبض بالظبط، بيشوفوا الدنيا هتاخدهم فين. لكن احنا دلوقتي بقى خلاص احنا خدنا الصدمه بتاعت فيتا كلوب، عندنا ماتش في يوم الثلاث الجاي، والماتش الجاي ده ربما يكون فيه مشاكلنا اللي فيه في وجهه نظري اللعب الساعه 3 العصر والرطوبه، زي ما الفنان احمد تهامي قال حته مهمه جدا طبعًا. ان الرياضي لما بيلعب في رطوبه بتبقى بتاثر على الاداء بتاعه. انا عايز بس استاذنك يا كريم بعد اذنك، هنطلع فاصل سريع ومعلش غصب عنك والله العظيم لو بايدي نستمر في الحديث. انا باجي هنا عشان الفاصل. لا والله انت بتيجي عشان تنورنا. فاصل ونرجع، اتفضل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كوره زميلي العزيز كريم سعيد. تابعنا معاك من خلال التقرير توقعات الناس بالنسبه لماتش النهارده، بس انا عارف ان انت عايز تتكلم شويه عن مروان محسن بصفه خاصه وعن ناصر ماهر. نعم صح كده؟ طبعا مروان اكيد في الماتش بتاع فيتا كلوب شفنا شكل مختلف له، زي ما احنا بنتكلم دايما يا كريم، مروان ميزته لما بيلعب مهاجم تاني، ودي نقطه اعتقد الناس وهي بتحلل او بتحب تنتقد لازم تعرف تنتقد مروان امتى وتشيب بيه امتى. ليه؟ عشان الامر ما يتحولش ان هو يعني ايه تنمر او في لا مش تنمر، في استقصاد يعني. ان النهارده مروان محسن فعلا لما بينزل مهاجم تاني والخطه بتتغير لخطه بتعتمد على اتنين مهاجمين، اعتقد بتبقى الامور بالنسبه له افضل بكتير، ومروان عنده خبره كبيره جدا جدا في قراراته، امتى القرار بيوجه الكوره على المرمى وامتى بينزل الكوره لزميل. حتى انا اتمنى من وولتر بولي انه يتعلم الحته دي من مروان في التدريبات، يشوف امتى يعني الكوره مثلا لو جت على مشارف او حدود منطقه الجزاء ما ينفعش توجهها براسك للمرمى، ده قرار خاطئ، ده لحد ما وولتر بولي بيعملها كتير. فاتمنى ان هو يشوف مروان ازاي في الحته دي بيعملها. مروان لما الكوره بتجيله بعيده على مشارف منطقه الجزاء هتيجي ينزلها لزميل ما يوجهاش للمرمى. طيب لو الكره جت عند نقطه الجزاء او ما بعدها عند 6 يارد قدام الحارس يبقى توجه ليه؟ لان المسافه تسمح ليك ان انت تقدر تجيب هدف. فدي نقطه مثلا انا حابب اشيد بيها في مروان. ناصر ماهر، انا فرحان بعوده ناصر ماهر وصلاح محسن، اضافتين هجوميتين للنادي الاهلي كويسه جدا في الوقت، والنادي الاهلي محتاج الاضافه في الوقت ده سواء في مركز 10 او سواء في الاطراف زي صلاح محسن. واتمنى ان شاء الله ان ناصر اكيد بنسبه كبيره هو مش هيبدا، ولكن يقدر ياخد مساحه وقت باذن الله على حسب سيناريو الماتش في الشوط الثاني. طيب رجعنا كده ثواني مره ثانيه بعد اذنك لمروان محسن. مروان محسن في الفتره الاخيره اتعرض لكم كبير من الانتقادات اللي شكلت بطبيعه الحال ضغط كبير قوي قوي عليه. ومروان محسن يعني مش لسه هنتعرف على امكانياته. الراجل ليه ايادي بيضاء سابقه وليه يعني عنده تاريخ وما نقدرش ننكر ده. هو احنا كجماهير بقى خلقنا ضيق الفتره الاخيره، ما بقيناش نفوت قوي، او بنفوت مره والتانية وابتداء من الثالثه نبتدي كرابيك تطلع. لا شوف، هو طبعا ممكن بس عشان جمهور الاهلي من ساعه عماد متعب وفلافيو بيبحث عن راس حربه يقدر يوصل للمستوى ده. جه عليك كم هائل من المحترفين
في وجهه نظري، في وجهه نظري كان ابرزهم اسمين، جون انتوي وايفونا. جون انتوي وايفونا في وجهه نظري هما الاثنين الى حد ما اللي ارضوا يعني طلبات جمهور الاهلي، وفعلا فنيا الاثنين كانوا ممتازين جدا. ايفونا طبعا يبان مجلس الاداره السابق جاله عرض ب 7 مليون دولار في الصين، فالفلوس كانت كتيره تبيع. وطبعا جمهور الاهلي مش العقليه دي، يعني انا مش فارق معايا يجي لي عرض ب 100 مليون، يجي لي عرض دي طبعا عندي لعيب كويس سيبهولي. جون انتوي كابتن حسام بدري لما جه كان له وجهه نظر هو مقتنع بيها، طبعا اختلفنا معاه كتير جدا 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 لما قال جون انتوي ما لا يصلح للعب الاهلي ومش فوجهه نظر. هما الاثنين دول اللي لحد ما كانوا رصيدهم كويس عند الجمهور بسبب ادائهم. بخلافهم مريت بقى يعني بتجارب كتيره جدا جدا جدا، ابرز طبعا وليد ازارو. ازارو خد هداف دوري مع الكابتن حسام بدري ب 17 هدف، بس بعديها بقى المشاكل طبعا اللي حصلت في النفسيه مع الجمهور. فهي المشكله ان مركز راس الحربه بقى له فتره عامل شويه قلق عند الجمهور، ان الجمهور عايز يطمن ان المهاجم ده انت النهارده ما دام انت بتلعب مركز تسعه لازم هقيمك على عدد الاهداف اللي انت بتحرزها. فمروان، مروان مهاجم طبعا خبره ومهاجم عنده يعني ميزات كتيره جدا، بس يتم توظيفه. بمعنى مروان لما يبدا مهاجم وحيد هتلاقي في مشكله في ارض الملعب، ان مروان مش من طبيعته انه ينزل برمضات الجزاء ويعمل الشغل اللي ممكن يعمله محمد شريف وولتر بويا. لكن مروان محسن جوه منطقه الجزاء مهاجم خطير، مهاجم طويل قوي بيقدر ياخد الكرات العرضيه وبيقدر يهدد المرمى، وقراراته كمان دي نقطه مهمه، القرار بتاع اللاعب اكيد بيفرق في الهدف اللي بيحرزه. حلو، عوده بقى علي معلول نعم ووليد سليمان وانعكاساتها بقى على اللي المفروض نشوفه في ارضيه الملعب الفتره الجايه. هو طبعا هم مش هيرجعوا النهارده باذن الله الفتره الجايه، وباذن الله كمان نشوف محمد محمود ان شاء الله. محمد طبعًا. محمود طبعا بقاله كتير جدا جدا غايب. اكيد يا كريم عوده اللاعبين المصابين قوه قويه لقائمه النادي الاهلي وخيارات كبيره قدام المدير الفني، زي ما احنا شايفين النهارده انت عندك علي معلول طبعًا. وايمن اشرف بره القائمه، ومحمود وحيد كمان مصاب، فانت مجبر انك توظف احمد رمضان بيكهام في مركز الباك الشمال في اول تجربه اعتقد في حياته ربما يكون لعب في المركز ده. رمضان بيكهام بيلعب لا مساك، لا بيلعب باك يمين، فتجربه ليه النهارده وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه فيها. فاكيد عوده المصابين وكمان خبره يعني طبعا. لاعب زي وليد سليمان طبعا. ربما ما يكونش ورقه في التشكيل الاساسي كتير، لكن وجوده على الدكه بيخليك تنقذ بيه موقف ممكن تتعرض له. ليه؟ ان وليد سليمان بقى بيلعب بخبرته طبعا، لعيب خبره قراراته معظمها صح، وجوده في الملعب يبقى دايما مطمئن للي بيتفرج عليه جدا، وقراراته يعني وليد سليمان لو في الملعب وبياخد 10 قرارات 9 منهم او 8 هيبقوا صح، ودي مهمه. يعني انت ممكن تكون بتجري وعندك باور وصغير في السن وكل حاجه، بس قرارك غلط، فكل اللي انت عملته ده ضاع بسبب القرار الغلط اللي انت اخترت. اباصي ولا شوط، انط ولا اقف استلم الكوره وانا واقف، دي كلها قرارات بتتاخد في جزء من الثانيه طبعا. دي نقطه من النقط اللي احنا في التحليل بنحاسب عليها اللاعب. برضه كريم، يعني ايه اللي بيخلي الواحد مننا يبقى مطمن لوجود لاعب معين في ارضيه الملعب؟ هل لانه واثق في قدراته وفي مهاراته؟ هل لانه انقذ الموقف قبل كده عشرات المرات في مباريات سابقه؟ يعني انت ممكن تلاقي مثلا 2-3 لعيبه في نفس المستوى بالمعنى الحرفي، يعني صوره كربونيه طبق الاصل من بعض كامكانيات وكمهارات، ولكن في واحد بتفضله بصفه خاصه، مش بس بتفضله، بتبقى مطمن لوجوده، بتحس ان مفيش كور عشوائيه هتنتج عنه، ما بينتجش عنه اي هرتاله كرويه باي حد من الاحوال. ايه اللي بيوصل المشجع ان يبقى عنده النوع ده من الشعور تجاه لاعب بعينه؟ ده بسبب الخبرات والرصيد اللي عمله اللعيب عند الجمهور. بمعنى يعني مثلا تاني وليد سليمان طبعا. في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي احنا خسرناها قدام الترجي في الفاينل، انا في وجهه نظري كان واحد من ابرز لعيبه النادي الاهلي، وهو قدر بخبراته يفصل لنا في مباريات كبيره، خصوصا المباريات الخارجيه الاوي. يعني مثلا ماتش الاوي ده كريم في افريقيا بعيد عن الفنيات، الماتشات دي تبقى عايزه لعيبه عندها خبره، ازاي تلعب في افريقيا، ازاي تستحمل الضغط الجمهور، ازاي تلعب وتوزع جهدك. يعني دي نقطه برده مهمه جدا طبعا. توزيع الجهد في بره في ماتشات الاوي مش في الهوم، احنا في مصر بنلعب براحتنا، احنا عادي ده اللي معتادين عليه، انما بره
لما تروح مثلا تلعب مثلا ماتش فيتا كلوب يوم الثلاث الجاي اللاعب نفسه لازم يبقى هو فاهم عنده ثقافه ان انا اوزع جهدي، ما انزلش في الاول منزل المباراه اروح مطلع الفول باور بتاعي في اول نص ساعه وبعد كده الاقي نفسي تعبت. طبعا المدير الفني والجهاز الفني هيعلموه انما في الملعب محدش هيساعدك طبعا. يعني عارف مثلا ازاي بالظبط الطالب راح الامتحان صحيح، احنا اخرنا معاك نذاكر لك، اخرنا معاك نفكرك، انما في الامتحان مين اللي هيحل؟ مع نفسه انت اللي هتحل، فاهم قصدي؟ فلازم برضو دي كلها انا برجعها لقرارات اللعيب، اللعيب وهو في الملعب، ودي جاوب على سؤالك، خبراته وقراراته هي اللي بتبني جسر الثقه ما بينه وما بين الجمهور. وكمان الجسر ده لما بيتبني مهما تعمل بقى كامل اخطاء طبعا هغفر لك، لا ده حبيب قلبي ده اعمل اللي انت عايزه طبعا. بس نفس الشعور ده حسيناه طبعا الى جانب كابتن وليد سليمان طبعًا. مع كابتن عصام الحضري ايام ما كان في عز امجاد، وكابتن شناوي، يعني في ناس كده فعلا وجودها تقول ايه طب الحمد لله، يعني انت ايه مش هتفكر في الحته دي ان انت مالي ايدك منه يعني. طب تعالى برضو نروح لماتش يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. وعلى ذكر مالي ايده، الى اي درجه انت مالي ايدك من ان انت هتتفرج على ماتش خوي، والى اي درجه انت ما عندكش ذره شك في ان كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي هيعمل اقصى ما عنده في مباراه يوم الثلاثاء الجاي بصفه خاصه؟ احنا ان شاء الله باذن الله نعبر مباراه اليوم بفوز عشان نكمل مشوارنا تجاه الصداره، استغلالا لسقوط نادي الزمالك في الفتره النادي الاهلي كان بيلعب فيها في المونديال وفي دوري الابطال. نادي الزمالك يعني وقع في كذا مباراه، فالنادي الاهلي عنده مساحه ان هو يستغل ده وينفرد بالصداره، وان شاء الله البدايه النهارده مع مباراه نادي الاسماعيلي. مباراه فيتا كلوب زي ما قلت لك على المستوى الفني مستوى الافراد انا ما عنديش اي قلق فيها، لكن انا مشكلتي في ماتش يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله في كينشاسا في امرين، ان الماتش الساعه 3 العصر والرطوبه ودرجه الحراره، فنقطه مهمه جدا ان اتمنى من بكره ان شاء الله، اكيد شفنا الجهاز الفني في الايام الاخيره مبدر التدريبات النهارده حتى لا والنهارده شريف برضه قال لنا معلومه مهمه جدا مش عايزين يفوتها، ان رغم ان المباراه الساعه 7:30 بس اليوم بتاع اللعيبه بادئ من 9:30 طبعا. فده بالتالي بيورينا ان الجهاز الفني بيعود اللعيبه او بيظبط الساعه البيولوجيه بتاعتهم ان هم يقدروا لغايه يوم الثلاثاء الجاي يلعب الساعه 3 العصر. ودي نقطه مهمه لان احنا النهارده بنلعب 5:00 و7:30 في مصر، فاللعيبه ممكن تقوم متاخر من النوم، فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان محتاجين ان احنا نبقى واخدين بالنا من توزيع الجهد في ماتش فيتا كلوب، لان احنا هنلعب في درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه جدا شبيهه باللي احنا لعبنا فيها قدام سامبا في تنزانيا، وان شاء الله نحاول دايما مفيش مشكله ان احنا نغلط، مفيش ادنى مشكله احنا لازم الانسان بيغلط، لكن المهم واللي هنحاسب عليه الخطأ انك تتعلم من الخطا، ولما تتعرض له تتعرض لنفس الموقف تاني يبقى رد فعلك افضل واحسن. يا اخي الموضوع ليه برضو خلفيات تانية وحسابات تانية، مش مجرد ان انت ما بتبقى عندك مباراه بتتكلم في التشكيل الامثل والملابسات بتاعه الماتش، لا ده الموضوع ليه 100 حسبه تانية، الساعه اللي هيتلعب فيها الماتش، درجه الرطوبه، الاستاد اللي هيتلعب عليه يعني، فاهم قصدي؟ الموضوع كبيرة يا كريم، صناعه كبيره، احنا بنتكلم على صناعه بيدفع فيها كم هائل من المليارات، فلك ان تتخيل التفاصيل والجزئيات الصغيره اللي ممكن تفرق معاك، فلازم دايما الفرق الكبيره والانديه الكبيره زي النادي الاهلي دايما على طول واخدين بالنا من الامور دي، ان انت ممكن تبقى عملت الشغل كله كويس جدا، انما في جزئيه ما خدناش بالنا منها، ممكن الجزئيه دي هي اللي تخلينا الضربه تيجي منها، هي اللي تخلينا يا زي مثلا ماتش سيمبا، فاهم؟ الفرقه سيمبا نفسهم مع بدايه الشوط الثاني وقفتهم في الملعب مش مصدقين ان هم كسبوا الاهلي في 45 دقيقه، اللعيبه مش مصدقه، فان شاء الله باذن الله نقدر في الفتره الحاليه والجايه نتدارك اخطاء الماضي. يا رب ان شاء الله نسعد كلنا النهارده الساعه 7:30 باذن الله بمباراه قويه واداء مشرف يليق بالنادي الاهلي امام فريق الاسماعيلي، وان شاء الله نسعد كمان يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله، ونرجع نتكلم بقى في تفاصيل الانتصارات اللي حققناها قبل. نورت الدنيا يا كريم، بشكرك على وجودك معانا.